خلينا نروح لاحمد. ارقام. نعم استعرض الارقام معايا. الارقام اللي عندك. ماشي. الارقام المباراه لو نستعرضها، هو طبعا سان داونز مستحوذ اعلى استحواذ ب 67.6 مقابل 32.4 للنادي الاهلي. التمريرات 586 لسان داونز مقابل 273 للنادي الاهلي. زي ما انت كريم بتقول اهو لدقه التمريرات ضعف صحيح 88.4 مقابل 75 للنادي الاهلي دقه التمرير. التمريرات الطوليه للنادي الاهلي اكتر، ده دليل ان احنا كنا بنلعب اسلوب لعب مباشر، بنحاول ان احنا ايه مش بنبني من تحت. النادي الاهلي 61 تمريره طوليه مقابل 35 لسان داونز. العرضيات الاثنين متساويين. تعال بقى للمحاولات، دي النقطه اللي انا ايه بقول لك عليها، اللي هي محاولات على سان داونز مستحوذ استحواذ كويس وبيلعبوا كره حلوه وكانوا افضل مننا كاداء، بس ما فيش شراسه هجوميه تخليك تقلق. بس برضو 14 محاوله كتير. 14 بس منهم اربعه بس صح، يعني الاربعه فيهم خطوره ما بين الثلاث خشبات اربعه بس. والنادي الاهلي ثلاثه منهم واحده بس بين الثلاث خشبات، اللي هي انهي واحده؟ اللي هي بتاعت قفشه تقريبا، اللي هي الشوطه اللي في الشوط الاول. فانت الارقام بتقول سان داونز كان متفوق مستحوذ، وهم كانوا كاداء افضل مننا طبعا، ما نقدرش نقول غير افضل كاداء، لكن كشراسه لا. وخلي بالك هو ده اللي كان بيتكلم عليه مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، قال لك انا الشوط الاولاني قفلت بشكل كويس. وده اللي كلنا متفقين عليه، اللي هي التحول من الدفاع للهجوم، ده كان ناقص الاهلي. ونقطه التغييرات صحيح كانت ممكن تكون افضل من كده. في حاجه كمان، ان هم ايه اللي مفقدهم الشراسه؟ ان بيتر شيلول المهاجم الاساسي اللي هو النبيبي مش موجود، لوكاس روبيرو هداف دوري جنوب افريقيا مش موجود، فده اللي فارق معاهم في اللمسه الاخيره، ده اللي مخلي اللمسه الاخيره بتاعتهم مش احسن حاجه. طيب صور اللي عندك، نتكلم بقى على الحالات. نبدا بصور الحالات، هنلاقي عايزين نشوف فكر كولر كان في ايه في الشوط الاول. كولر كان بيلعب بال 4 3 3، دي الوقفه الدفاعيه بتاعه النادي الاهلي. ادي الاربعه ورا، علي معلول، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، محمد هاني، اللي قدامهم مروان عطيه، على شمالهم قفشه، وعلى يمينهم ديانج وبيرسي تاو ورضا سليم، وقدام صلاح محسن. ليه بدا بصلاح محسن؟ كان رايه عشان كهربا اتصاب وعملوا اختبار طبي الصبح، ما كانش لسه جاهز فدخله صلاح محسن. بدا بقفشه، هو كان شايف ان قفشه حالته كويسه وهو عايز يستحوذ، كنا بنقول يمكن يكون مقسم المباراه، ولكن هو فضل ان قفشه يكمل ال 90 دقيقه. ده كان الفكر، ده كان بيضيق المساحات، واقف ورا في وسط ملعبه عايز يغلق ممرات التمرير، بيسيب سان داونز هو اللي يستحوذ، وده كان فكر كولر، سيبهم الاستحواذ بس مفيش فعاليه او مفيش شراسه هجوميه يعني لسان داونز بنسبه 100%. نفس الصوره بالظبط، نفس الارتداد هنا برده نفس الشكل. كمل الصوره اللي بعدها نفس الشكل برده، ادي النادي الاهلي بيدافع في مسافه 25 او 30 متر بالأربعة 3 3، الجناحين بيرتدوا. يمكن بيرسي تاو بصراحة كان بيتأخر شوية، ما بيساندش محمد هاني، محمد هاني كان مظلوم بصراحة، ماسيكه كان عليه بيروح عليه في الواحد على واحد عكس رضا سليم. رضا سليم كان لازق قدام علي معلول بالظبط. تعالى هات الحالات اللي بعدها، بص هنا، بص هنا رضا سليم فين؟ رضا سليم واقف قدام. هات الصورة اللي بعدها كمان، بداية اللي هي الصور الثانية، هتلاقي رضا سليم، دور رضا سليم الدفاعي عجبني قوي بصراحة. رضا سليم لعيب سريع، كان ممكن يجيب طرد للمداول اللي هو الباك رايت في الشوط الاول. هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي رضا سليم واقف قدام. بص هنا مين اللي راجع ورا يا كابتن اسلام؟ مين الباك ليفت دلوقتي؟ رضا سليم. ومين اللي قدام؟ علي معلول. هنا الكلام اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه مع كابتن رضا شحاته، حضرتك وكابتن بركات، ده يقف ده يتقدم، ده يقف ده يتقدم، نفس مين اللي ورا؟ رضا سليم. عكس بيرسي تاو الناحيه الثانيه، كنت تحس ان هو كسول شويه في الضغط، عنده حته كسل، ده لازم ان انا يعني نعالجه بقى في المباراه الايه؟ الاياب، مفيش بقى يبقى فيه كسل. بص رضا سليم فين؟ رايح مع سرينو، وعلي معلول هو اللي بيضغط على مداو. الدور اللي عمله رضا سليم خلى معلول يظهر بالشكل يعني نوعا ما دفاعيا يظهر بشكل كويس، عكس محمد هاني. محمد هاني بيرسي تاو ما كانش بيرجع بيرتد معاه، فكان بيروح عليه ماسيكو مع مديبه اللي هو اصلا لعيب ارتكاز، مع عبد المنعم بو طويل، كانوا بيروحوا 3 على 1، فكان هاني بيظهر بالشكل ده. طبعا اكرم قدراته خارقه في الدفاع، فكان لما نزل الشوط الثاني قفلها. دي الكره اللي كريم قال عليها، اللي هي في بدايه الشوط الثاني مديبه. هنا بقى صعبه، لانه خلي بالك الدنيا كانت بتمطر. ف هنا يا كابتن اسلام، احد المشاكل اللي كانت عندنا في وسط الملعب، ان انت تحس ان الشوط الثاني اللعيبه ناقص الاكسجين اثر عليهم، او التراجع البدني. الشوط الثاني، الشوط الثاني النادي الاهلي وقع بدنيا شويه. التسديد هنا، عمليه الضغط على مديبه، ده كان جرس انذار لينا قبل تسديده الجون. لازم كنا نخلي بالنا ان الشوطه دي لعيب متساب في المساحه دي، نفس التسديده اللي جت فينا السنه اللي فاتت من مكوينا، مفيش حد بيضغط. ما ينفعش ابدا اكون بلاعب سان داونز يعني ويكون عندي الزون 14 فاضي. يعني الكره دي لو كانت دخلت جون كانت هتبقى
يعني نفس الجون بالظبط. لا غير ان نفس الجون كانت هتبقى يعني محتمله عن الجون شويه يعني. انت فاهم بتاعت الجون اسهل من دي صح. يعني دي كانت رايحه، انا كنت شايفها جون. ودي الماتش التالت على التوالي نفس اللي بيخش الجون. فيك نفس الجون بنفس الطريقه بنفس التفريغ نفس تفريغ المنطقه اللي هي دي. نفس تفريغ المنطقه والنقطه بقى يعني. انا بس عايز اخلص احمد عشان نتكلم على الكارت بتاع اللعيبه. دي المشكله، هو ليه الحته دي فاضيه دلوقتي؟ ده الجون اهو. اوكي ده الجون. بس طبعا دي صوره متاخره يعني. من بدايه الصوره هنلاقي ان الحته دي فاضيه يعني. مروان حاول ان هو يقفل، انما هو كان طبعا يعني لعيبه سان داونز اصلا في بدايه اللعبه دي الحته دي فاضيه تماما تمام. وده طبعا في جزء منه وجزء منه بدني. بس الفكره ايه يا كابتن اسلام؟ فكره تفريغ. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي قبل المباراه، اتكلمنا لو حضرتك تفتكر اتكلمنا على ان سان داونز بيتعمد انه يخترق من العمق، رغم ان هو عارف ان انت مقفل له العمق. والنادي الاهلي يعني اسم الاهلي الكبير يمنع اي فريق ان هو يخترق من العمق، ان هو بيتعمد. فاحنا عارفين بسبب التحرك بدون كره، اسرع فريق في افريقيا بيتحرك بدون كره هو سان داونز، اسرع فريق بيلعب اللي هو شورت باسز ده قدام منطقه جزاء المنافس هو سان داونز. فاحنا اوريدي عارفين النقطه دي، ومع ذلك قدر سان داونز ان هو يهدد المرمى. وواضح جدا 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 برضو ان هم متعمدين يشوطوا الكرات الارضيه على الشناوي، ان هم عارفين الشناوي فوق ال 190 سم، فعمليه النزول على الارض بتبقى مشكله لاي حارس طويل في القامه، لانها بتاخد منه مجهود قوي. وبالتالي شفنا حتى محمد الشناوي ربما كان يمكن التعامل مع التسديده بشكل افضل. احنا النهارده عايزين نقول ان احنا لازم نشير للسلبيات من اجل التعلم، من اجل ان احنا نحسن من نفسنا، ومن اجل ان احنا كمان نعرف ازاي هنتعامل. ان احنا عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله ان احنا قطعنا سفر 20 ساعه، هم هيسافروا 10 ساعات ومعنوياتهم افضل. هم كمان المعنويات هم حاليا افضل مننا. بس انا هنا بقى اراهن على جمهور الاهلي ووجود طبعًا. جمهور الاهلي انا اتمنى يا رب، اتمنى من الداخليه او من الامن ان هم يبقوا يعني، او من المسؤولين بصراحه، ان اقصى عدد تقدر تديه في المباراه القادمه امام سان داونز. انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، مش حاجه ما تخصنيش، ولكن انا اللي يهمني ان في ملعب المباراه ان انا اجد اكبر عدد ممكن يسمح به. بصراحه منظر 30 زي 60 يعني، انا احساسي عادي اللي يدخل 30 يدخل 50 يدخل 60، مش يعني مش تبقى يعني. انا بصراحه يعني معلش انا نفسي اشوف الصوره دي. ما اعرفش ليه يعني. أتمنى. انا الصوره دي بالنسبه لي تمثل كل شيء حلو. صحيح، تمثل كل شيء سند ودعم كبير جدا جدا. فانا الصوره دي بالنسبه لي هي الاساس في كل شيء. اتمنى ان الصوره دي تصل لكل المسؤولين، لان الجمهور ده هيبقى له دور كبير جدا جدا. الحمار والحلاوه زي ما بيقولوا كده اللي موجود ده، اعتقد ان ده هيبقى جزء كبير جدا 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 من فوز النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه. اتفضل يا كابتن. انا بس عايز اعقب على بقى نقطتين خاصين بالقرارات الفرديه للاعبين داخل الملعب. في كورتين كانوا في الشوط الثاني واحنا محتاجين نرجع في النتيجه، وانا حسيت ان تم التعامل بين اللعيبه فيهم او الاسمين اللي انا هقولهم بتعامل ما فيهوش اهتمام. الكره الاولى كانت لصلاح محسن، في ما اعرفش الصوره معانا ولا لا. صلاح محسن كان في كوره مع رضا سليم، كان فاتح على الجبهه اليسرى، وصلاح محسن ما لهوش ضغط، ما لهوش. طبعا انا متفاهم تماما ان يعني كان كهربا هو اللي هيبدا اساسي، وبسبب الشكوى صلاح ربما يكون اتفاجئ بان هو دخل التشكيل. ودي ساعات بتبقى يعني قرار جاي سريع شويه، فممكن يبقى اللعيب مش مستعد ذهنيا او نفسيا للمباراه. بس الكره دي بالذات بصراحه كانت كوره سهله، كانت كوره ان انت ممكن تباصي ونعمل هجمه واعده. تم التمرير فيها بشكل مش منظم وبشكل مش دقيق، فالكره خرجت خارج الملعب وضاعت هجمه واعده في وسط ما احنا النادي الاهلي كان بيبحث عن هجمه واحنا في نظره من الهجمات بصراحه. الكره الثانيه طاهر، محمد طاهر لما نزل كبديل وراح بصراحه عمل مجهود مميز جدا، وقدر ان هو يدي شويه باور في الهجوم بشكل جيد. في كوره جات له وكان عنده تو اوبشنز للتمرير، علي معلول عمل الاوفر لابنج من الناحيه اليسرى، وكان مجدي قفشه في عمق الملعب وبدا يخش لمنطقه الجزاء عشان يساعد في اذا الكره تحولت الى كره عرضيه. فطاهر محمد طاهر لجا ان هو يلعب الكره، هو ما كانش باصص لقفشه وما كانش بص عليه وشاف ان قفشه اتحرك، وكان المفروض يبص للاوبشن الافضل بالنسبه له هو علي معلول اللي كان عامل له اوفر لابنج. القرارات الفرديه كانت تستم في مثل هذه النوعيه من المباريات لا تحتاج ل ان احنا نغلط فيها. في ماتشات لا تتحمل الاخطاء، في اشواط كمان وفي توقيتات،
في المباريات لا تتحمل الاخطاء، لان النهارده وانت بتلعب مباريات زي مثلا مع فريق كبير زي سان داونز، زي ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا ان احنا نلعب الوداد في الفاينل تاني، بعض المباريات لا تتحمل مثل هذه النوعيه من القرارات. شفت ماتش الترجي النهارده؟ كنت اتمنى والله ان احنا نلاقي شفته كنت اتمنى بصراحه. الترجي عمل ماتش كويس على فكره والله، خصوصا في الشوط الثاني 10 محاولات على المرمى. لكن بصراحه الترجي يعني انا انت عارف انا المفاجاه بالنسبه لي في مين؟ مش في الترجي، في الوداد ولا في الوداد كابتن كابتن امير عمر، كابتن امير عمر ممتازه، عامل مباراه ممتازه وشخصيه ممتازه. شخصيته كمان ده في ظل استاد مليان على الاخر، في ظل استاد مليان على الاخر وفي ظل كل حاجه كابتن امين عمر صحيح. انا بقول اهو واحد من افضل المباريات اللي عملها كابتن امين عمر في حياته، لم يخطئ خطا واحد، وجهه نظري يعني. صحيح صحيح. فهي بس النقطتين دول بس كنت حابب اشيل لهم في اللعب بتاعنا، وضع في اعتبار بصراحه ان احنا برده النهارده ما حسيتش ان الدكه يعني ساعدتنا بالشكل اللي كنا نامل بيه، بس ان شاء الله باذن الله نتفادى هذه الاخطاء في ماتش مباراه. احمد، ارقام لعيبه وسط النادي الاهلي وارقام اجنحه النادي الاهلي. الارقام النهارده بتقول مروان عطيه وديانج وقفشه ثلاثه الارتكاز. مروان عطيه بيمر مش موفق في الماتشات الاخيره الصراحه، التمريرات بتاعته 28 تمريره، دقه تمريراته اقل تمريرات شفتها لمروان عطيه 78.6 لدقه التمريرات. ديانج 86.4، قفشه 85.4 في المية، يعني خمسة يعني ديانج كان اعلى واحد في دقه التمرير يليه قفشه. التمريرات الطوليه مروان عطيه اكتر 6، يليه قفشه يليه ديانج. الالتحامات شايف الالتحامات نسبه الفوز بالالتحامات مش عاليه للثلاثه، مروان 2 بس، ديانج 3، قفشه 2، ده محتاجين نزوده في مباراه الاياب. لازم الكره الثانيه يا جماعه تكون اعلى من كده. التاكلينج الصحيح 2 لمروان عطيه، ديانج 1، قفشه 1. تشتيت الكوره برضو مروان عطيه 1 وقفشه 1. قفشه يعتبر بالنسبه للارقام عمل مباراه كويسه بالنسبه سواء لمروان عطيه او لديانج، الاثنين مش ما كانوش في مستواهم قوي. نبص بعد كده على ارقام بيرسي تاو ورضا سليم. بيرسي تاو هنلاقي ان هو برضو ما عملش ولا محاوله، ما صنعش ولا فرصه، بس وحتى الارقام الدفاعيه بتاعته ما كانتش عاليه قوي. ولا محاوله ازاي؟ الكره اللي هي يعني اللي هي اتقطعت مش محسوبه محاوله، اللي هي اللي هي بتاعه حارس المرمى. ده لو لحق الكره جوه لازم يشوطها عشان تتحسب محاوله. اوكي. رضا سليم برضو ولا محاوله، بس رضا سليم الارقام الدفاعيه اعلى من بيرسي تاو، يعني تاكلينج صحيح، شتت الكره مرتين، تدخلات دفاعيه مرتين، اخذ ثلاث اخطاء. دقه التمرير بتاعت بيرسي تاو تبين لك ان هو كان خارج الماتش قوي 58%، ده رقم مش كويس عكس رضا سليم مثلا 71.4. الالتحامات 8 من 14، رقم برضو كويس بالنسبه لبيرسي تاو مش وحش، 5 من 9 لرضا سليم. الارقام نوعا ما ان شاء الله الارقام دي تتحسن في مباراه الاياب.